بمنازلها إلا محب زايد أسسها واليوثن وراها داروا على الدانات سبع أبد إلا دار زايد لا تقرب حماها لا تقرب منازلها إلا محب زايد أسسها واليوثن وراها داروا على الدانات سبع أبد نحنا شعوب لها نفدى تراها نبذل الغالي لها دوم ونهب نحنا شعوب لها نفدى تراها نبذل الغالي لها دوم ونهب إلا دار زايد لا تقرب حماها لا تقرب منازلها إلا محب أنا عبد اللطيف بن حسين بن محمد جنسية هندية أشتغل هنا مسؤول شركة والحمد لله لدي سادة سنة والحمد لله الشركة ماشي كويسة وطيبة وزباينة ما شاء الله في شرطة أبو ظبي ووزارة الداخلية يعني عندنا يعني شركات كبارية الحمد لله الأمور ماشي والعمال الحمد لله هم جميع الجنسيات يعني في بنغالي وهندي وفي مصري وفي فلبيني كان والله الحمد لله كلهم ماشيين كان زي البيت يعني والشغل الحين تعرفوا مع الكورونا شوي نزلت وارتفعت شوي هذا ولكن دوامنا كويسة يعني مرتباتنا كويسة كل شيء كويس وكل شيء كويس الحمد لله وثابت الشركة أم عمر ما تقصر معنا شيء الحمد لله يعني تعرف يعني كاننا أختنا كبيرة يعني الحمد لله أنا ماشي والحمد لله أنا عيالي موجودين هنا حياكم الله مشاهدينا الكرام أو في برنامج آلاء الاتحاد كما عودناكم دوما باستضافاتنا المتميزة والناجحة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة نواصل اليوم من العاصمة أبوظبي اليوم من منطقة مصفحة صناعية نتحدث عن مصنع جديد متخصص و مميز جدا ضيفتي لليوم صاحبة المشروع ورئيسة المجلس التنفيذي السيدة سحر محمد نتحدث عن ظبي الصحراء أهلا سيدتي الكريمة أهلا حبيبتي هلا بداية برحب بحضرتك معنا في برنامج لآلاء الاتحاد وطبعا حابين نتعرف عليك ونعرف جميع مشاهدينا أنا اسمي سحر محمد أنا صاحبة شركة أو شريكة زوجة شريك يعني معي في شركة ظبي الصحراء انشأت الشركة سنة 2013 بعد خبرة 18 سنة في مجال البنوك فطبعاً بعد كل الخبرة أنا طلعت تقاعد فما حبيت أن الخبرة تروح يعني علي فقررت أن أنشأ مشروع وقدمت دراسة سويت دراسة جدوى لصندوق خليفة جاتني الفكرة أن أنا حابة أني أسوي مشروع أنا بحب دائما أحب الفاشن فحبيت أن أنا أشتغل في الأزياء ولكن ما حبيت أن أنا أشتغل في الأزياء الحريمية يعني طبعا في المجال مفتوح فيها لكن ما في حد تقريبا سيدات بيشتغلوا في مجال اليونيفورم اليونيفورم اللي هو نعتبره شركات مؤسسات قرى عمالية مدارس مستشفيات فنادق يعني المجال اللي يشتغلوا فيه السيدات مقصورة على العبايات أو أزياء سهرة هالأشياء يعني ما في حد دخل في مجال إن هو يسوي مطاعم فنادق كسيدة يعني في طبعا بس يعني مش كبير فأنا حبيت أدخل هالمجال وسويت دراسة جدوى قدمت لصندوق خليفة الحمد لله هم وافقوا عليها فورا ودعمونا بشكل كامل وعطونا تمويل مادي وطبعا اكيد طبعا دعمونا معنويا يعني
البدايات، بداية فكرة هذا المشروع، الخطوات الأولى التي دائما ما تتسم ببعض التحديات والصعوبات، كيف كانت المسألة بالنسبة لحضرتك؟ طبعا احنا لما اشتغلنا في المجال الحكومي يعني كنا بدون خبرة، هم اللي اعطونا الخبرة. فالمجال الوظيفي يعني هو بيكون يعني انت بتكتسبي خبرة، بس ما بيكون في مسؤوليات كبيرة نفس المسؤوليات في المجال الخاص. يعني انت لما تسوي عمل خاص بتكون كل المسؤولية انت المسؤولة عنها، طبعا نظرا في تحديات ان في رواتب ومصروفات انت لازم دايما توفريها، فدايما بتكون مسؤولية. فما في حد يفكر ان المجال العمل الخاص انه هو خلاص مجال حر، وانه هو حر نفسه، وانه هو يروح وقت ما يريد، وانه هو صاحب العمل. لا بالعكس، في التزام اكبر، التزام اكبر ان لازم انت في مخرجات، لازم في مواعيد، وفي جودة معينة، الكواليتي لازم يكون يعني متوافق مع معايير. تعرفين دولة الإمارات يعني دائما الكواليتي لازم يكون عالي، لأن في منافسة شديدة من كل الجنسيات. طبعا دولة الإمارات هي بيئة خصبة يعني لجذب المستثمرين، فكل من كل أنحاء الدولة احنا حصلنا هني. يعني في نفس المجال اللي احنا نشتغل فيه الإيطاليين والفرنسويين يعني الجنسية الهندية وبنغلاديش، ومن كل الجنسيات فتحين نفس المجال اللي أنا أشتغل فيه. فكون ان انت تتفوقي على كل هالخبرات يعني طبعا هي بتكون تحديات كبيره، ولازم انت دائما تحطي استراتيجيات مرنه تتغير على حسب طبعا المعطيات الموجوده في السوق. ظبي الصحراء هذا المكان المميز بفعالياته وبالمنتجات المتعدده والمتخصصه، كيف يمكن من خلال حضرتك طبعا التعرف على هذه المنتجات، وكيف تطورت الفكره وتعددت مع مرور الزمن والنجاحات؟ نحن المنتجات عندنا يعني بتتمثل اول شيء، اول ما بدانا في يونيفورم، كنا بنسوي مطاعم صغيره، بقاله، سوبر ماركت، بدينا بالانتشار. يعني حاولنا ان احنا نسوي عمليه انتشار الاسم، اوردرات صغيره على اساس ان الاسم يكون معروف. بعدين بدينا ناخذ اوردرات اكبر، فنادق، مستشفيات، مش مستشفيات كبيرة يعني مستشفيات خاصة بس كبيرة. بعدين بدينا في مجال المدارس، يعني كنا ناخذ في السنة 4-5 مدارس نسوي لهم يونيفورم، كان بيكون عدد ضخمة طبعا وتحدي والضغط، لأن لازم نسلم قبل السنة الدراسية بفترة، وكل الأوردرات يعني بتوصلنا متأخر، وإحنا بس نكون نشتغل في شهرين مع عدد الكبير للمدارس، فطبعا بيكون بيواجه تحدي. بعدين كان في عقود مع مدارس معينة ان احنا بنبيع اليونيفورم للأهالي مباشرة. يعني في المدارس تنقسم قسمين، ان احنا بنسوي الاوردر وبنعطيهم بناء على طلباتهم، وفي ان احنا بنبيع مباشرة لأولياء الأمور. يعني تم تنفيذ الاوردر وبيعه مباشرة. بس هاي تكون تقديرية من عنا. ان احنا كم بنبيع، يعني هم ما يعطونا اوردر، هم بس يعطونا عدد طلب، واحنا اللي نقدر كم نسوي من هالسايز وهالمقاس وهالموديل، شيء تقديري يعني. طبعا لازم يكون في متابعه مستمره، لان اي سايز معين خلص او قريب بيخلص لازم بسرعه ان احنا نسوي غيره، وان دائما ما بكون في عندنا يعني شيء شورتج يعني. بعدين توجهنا ان احنا نشارك في الاحتفالات، وخصوصا اليوم الوطني، فكنا دائما بنشارك في احتفالات اليوم الوطني بان احنا بنسوي سكارف. بعدين صرنا نشارك كمان في حفلات التخرج المدرسيه للمعاهد والكليات ومدارس كبيره، يعني في معهد بنسوي له، هو عنده 14 فرع على مستوى الدولة. فإحنا الحمد لله يعني صار لنا كم سنة بنسوي لهم، يعني ما يغيرونا. سيدتي الكريمة، استراتيجية العمل واضح أنها تعتمد على التوسع، يعني ممكن نحكي هون كيف بلشتوا ب يعني عمل محدود او حتى عدديا كمان محدود، واليوم نجد في اختلاف كثير في منتجاتكم وتعدد وتوسع كبير؟ طبعا احنا ما بدينا مثل ما خبرتك باليونيفورم،
وبعدين بدينا نسوي الأشياء اللي هي الترويجية، هدايا نفس الوشاحل أو السكارف أو الأعلام اللي دايماً بيستخدموها في الاحتفالات. فالحمد لله يعني لمسنا من عملائنا إن هم يعني حطوا ثقة فينا وقالوا لنا يعني إن إحنا نبقى شيء أكثر. يعني مثلاً السكارف ما يتوزع كسكارف، لازم ويا شعار ينحط في صندوق، يعني يكون شكله لائق يعني للتوزيع، وخصوصا في الاحتفالات الوطنية. فتحنا فرع آخر اللي هو تنظيم فعاليات، وكنا بنحط بجانب المنتجات اللي احنا بنسويها أشياء هدايا ترويجية، بنسوي بوكسات، بنسوي وصار الموضوع يتطور أكثر. يعني صارنا نسوي مايك اللي هو عليه شعار القناة، نسوي السبونج اللي فوقه، يعني صرنا نسوي أشياء أكثر. يعني سوينا مرة اللي هي الحصالات اللي تتوزع من وزارة الأوقاف على كل طلبة المدارس، نسوي أوراق الطباعة اللي هي يعني كوبونات التبرعات صرنا نسويها. فالحمد لله صرنا توسعنا، يعني صارت شركتين يعني هدايا، وفي نفس الوقت احنا عملنا الاساسي اللي هو اليونيفورم. استراتيجيه العمل واهميه هذه المساله بالنسبه طبعا لاي مشروع ناجح، اين ترين المخططات المستقبليه التي ترسمين لها في الفتره القادمه؟ طبعا هو لازم اي عمل خاص لازم الواحد يكون يحط له استراتيجيات، ولازم الاستراتيجيه ما تكون جامده، هي لازم يكون فيها شيء من المرونه، بحيث ان انت تغير الاستراتيجية على حسب الوضع الحالي. يعني طبعا احنا شفنا الوضع من سنتين، يعني طبعا في تغير كبير على الساحة، ما نقول المحلية بالعالمية، بسبب طبعا جائحة كورونا. فاحنا كان لازم طبعا نغير الاستراتيجية، نخفف العمالة شوية، نعطيهم اجازات، لان الشغل طبعا مش نفس اول. وطبعا تعرف الاحتفالات والتجمعات صارت ممنوعة، ف يعني لازم احنا كنا نغير في الاستراتيجية. فاحنا صرنا بدل ما كنا عندنا عمالة كبيرة، اخترنا ان احنا نسوي خصخصة، يعني مثل ما يقولون، تعاقدنا مع مشاغل في الدولة. يعني بدل ما انا اشتغل بموظفين، صرت اتعاقد تقريبا من 10 مشاغل، ما بين طباعة وتطريز وخياطة، خياطة يعني في مجال معين، خياطة البنطلون، خياطة القميص، خياطة اللي هو الدكتور كوت، يعني كل واحد متخصص في شيء. فصرنا احنا نتعاقد معهم ونسوي الشغل عن طريقهم، يعني على اساس ان احنا نخفف في المصروفات. طبعا يعني القيادة الرشيدة وشيوخ الدولة وحتى صندوق خليفة ما خلونا ودعمونا وخففوا عنا في موضوع اكثر من موضوع، يعني ايجارات وكل هالاشياء خففوا علينا. بس بعد يعني كان التحدي كبير، ولكن ان شاء الله يعني احنا يعني في مجال ان احنا نتوسع، وكان في مخطط، بس طبعا هو ما كمل بسبب اني ما اقدر اسافر يعني واتابع الموضوع. ان احنا كنا حابين ان احنا نسوي شيء خاص فينا، كنا بنسوي كفرول اللي هو بيكون البدلة الكاملة بيستخدموها يعني في معظم المجالات، خصوصا في اليونيفورم، ان هي تكون ضد الحريق، ضد الزيوت، ضد المواد الحارقة. طبعا هو موجود، يعني في منه موجود، بس احنا كنا نبغى نخترع واحدة تغطي كل المجالات. يعني ممكن تلبس في المجال الطبي، ممكن تلبس في المقاولات، في اي مجال ممكن تلبس الكفر اول. احنا تكلمنا مع ناس في مصر على اساس ان احنا نستخدم القطن المصري، ان هو قطن 100% مصري، ونضيف عليها هالاشياء ان هي تكون ضد كل الاشياء الكيميائيه او الحرائق او شيء. بس طبعا مع الموضوع اللي صاير ما قدرنا نكمل، بس ان شاء الله بنكملها، ولو قدرنا ناخذ عليها براءه اختراع ان شاء الله. من خلال تجربه حضرتك الشخصيه سيده سحر، ما هي النصيحه المقدمه للشباب المقبلين على العمل والذين يرون العمل الحر وفتح المشاريع فيه طموحات كبرى وافاق واسعه؟ يعني طبعا انا انصح الشباب وانصح نفسي اولا، يعني ان
مثل ما قلت في الأول أن لازم يكون في أي حد يدخل مجال خاص لازم يكون عنده خطة وعنده استراتيجية وعنده استراتيجية توسع، ولازم دائما الاستراتيجية تكون مرنة، يعني أنه هو يقدر يغير فيها. ثاني شيء أن لازم الشخص المستثمر لازم يعامل الشركة على أنها مش شيء ملكه، يعتبر يعني يتعامل وياها على أنها شخصية اعتبارية، يعني حتى لو أنه يعني هو محتاج فلوس لازم يقترض من الشركة، وليس أنه هو بياخذ من شركته أو من حسابه الخاص. فلازم الشركة تكون شخصية اعتبارية يعني، ولازم يكون في أهم شيء في الموضوع أنه لازم يكون في حسابات وفي مدقق حسابات. ويعني لو الشركة اللي ما فيها حسابات وما فيها محاسب يومي يشرف بشكل يومي، وما فيها طبعا صاحب الشركة يكون مطلع على الأخبار ومطلع على السوق، يعني ما يسوي شركة ويعطيها لأي حد يديرها. لو هو حابب يسوي شركة معناته أنه هو لازم هو اللي يديرها وهو اللي يشرف عليها. الآن الحديث عن دولة الإمارات العربية المتحدة وما قدمته لجميع المستثمرين الناجحين، رسالة حضرتك في هذه المناسبة إلى قادة وشيوخ دولة الإمارات. طبعاً إحنا يعني في هذا المقام نشكر القيادة السياسية الرشيدة وشيوخ الإمارات اللي جعلوا دولة الإمارات منطقة جذب للاستثمارات، وطبعاً هم قدموا كل الدعم اللي ممكن يقدموا أي قيادة في دولة قدموه لدولة الإمارات، وقدموه للشباب طبعاً يعني، وحتى يعني ما قدموا المساعدة بس للمواطنين والوافدين، وأي حد موجود على دولة الإمارات قدموا له كل الدعم على أساس أنه مشروعه ينجح ويكون في مخرجات يعني تفيد دولة الإمارات وتفيد المستثمر نفسه. وطبعاً أشكر يعني أسرة البرنامج إن هم بعد أتاحوا لنا الفرصة وإن هم دعمونا بهاللقاء، وبنشكر الجميع يعني، وشكرا. شكرا سيدتي الكريمة سيدة سحر محمد، طبعا سعداء بتواجد حضرتك معنا اليوم في برنامج لآلة الاتحاد، وكل التمنيات بالنجاح والتوفيق. شكرا. قصة النجاح اليوم من إمارة أبوظبي، شأنها شأن قصص نجاح كثر داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن موعدنا مشاهدينا الكرام الأسبوع القادم في لآلة الاتحاد. دمتم في أمان الله.